بسم الله الرحمن الرحيم، وخير الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، صباح منسم بمشاعر المحبة والشوق إليكم تلامذة الأخيار في صبحية متجددة بإذنه تعالى ليومه الأربعاء 19 من رمضان الأبرك 41 400 ألف هجرية الموافق 13 من ماي 2020 ميلادية. أخصصها لتقديم الدرس 36 والذي يهم الدعم والتثبيت العام لمكون الإملاء في موضوعه التاء المربوطة والمبسوطة ضمن الوحدة الثانية من مجال الحياة الثقافية والفنية، ولهذا الدرس هدف يتوخى أن يتمكن منه التلميذ والتلميذة في نهاية هذا الدرس، ألا وهو الدعم والتثبيت لحصيلة المكتسبات المتعلقة بدرس الوحدة الثانية في موضوعه التاء المربوطة والمبسوطة. فمتى ترسم التاء مربوطة ومتى ترسم مبسوطة في الأفعال والأسماء وكذا الحروف؟ هذا ما سنستشفه من خلال هذا الدرس. فأحوال رسم التاء مربوطة متعددة، وبالضبط نجدها في آخر الاسم المفرد المؤنث مثل خديجة، في آخر الصفة المفردة المؤنثة مثل مواظبة، وفي آخر الاسم المفرد على وزن فعالة مثال نجاة حياة، في آخر الاسم المفرد على وزن مفاعلة مثال مراعاة مباهاة مشاهدة إلى آخره، وفي آخر جمع تكسير الاسم المنقوص قضاة سعاة رعاة إلى آخره. أما عن رسم التاء مبسوطة فنجدها في الأفعال إذا كانت أصلية مثال بات أو نبت، فالتاء هنا في هذين الفعلين هي أصلية. إذا كانت هذه التاء المبسوطة ساكنة مثال باتت نبتت جاءت إلى غير ذلك، أو إذا كانت هذه التاء متحركة مثال سكت ولجت فررت دخلت إلى غير ذلك. أما في الأسماء فترسم التاء مبسوطة إذا كانت بعد مد بالواو مثال بيوت حوت قوت إلى غير ذلك، أو بعد سكون حي مثل بنت أخت زيت إلى غير ذلك. وأيضا في جمع المؤنث السالم ممرضات مثقفات إلى آخره. ثم بعد مد بالياء مثل كبريت مبيت. وترسم التاء المبسوطة في الحروف مثل ليت ولات. فيما يخص الأنشطة الداعمة لهذا المكون في درسه التاء المربوطة والمبسوطة، أولا آتي بمفرد الكلمات الآتية مسافرات زيوت قنوات. السؤال الثاني أكتب جموع الكلمات الآتية نظيفة سعاة مثقفة مع الشكل. مع السؤال الأخير أعلل كتابة التاء في الكلمات الآتية مبايعة جائعة بنات مات. إذن أنتم تعللون كتابة التاء مربوطة أو مبسوطة باعتماد القاعدة التي درستموها في هذا الدرس. إذن تلامذة الأخيار شارفت حصتنا على نهايتها، فيرجى منكم أن تحرصوا على إنجاز الأنشطة الداعمة إنجازا مركزا ومنظما حتى تعم الفائدة أكثر. وهذا فما كان من توفيق فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ أو نسيان أو سهو فمن نفسي ومن الشيطان. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.